السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وسيادتك طيب. اللهم أمين وإياك ومن يشاهدنا. كل سنة. لو سمحت يا دكتور، أنا كلما توضأت أحدث. كويس. رياح. رياح وعصير وعواصف بقى في القولون يعني. انا عايز بصلي، فمش عارف سيادتك بصلي ولا اقرا قران ولا اي حاجه يعني. لا ان شاء الله هتقرا قران، دي ما فيهاش مشكله، وهتصلي ما فيهاش مشكله. ربنا يديك الصحه. هو المضطر الضرورات تبيح المحظورات، دي قاعده فقهيه، بس على البني ادم انه يتحفظ قدر الامكان. يعني اذا كان عشان ما تطلعش اصوات وانا بصلي تزعجني وانا اصلي وتشككني في طهارتي، رباط خفيف كده على مخرج الريح حتى تنتهي الصلاه وشيله. لو هذا الرباط هيسبب لي مرض بلاشه، وطلع رياح من هنا للسنة الجاية وانت بتصلي وعند الله طاهر، لأنك مضطر والضرورات تبيح المحظورات. معانا مين يا فندم؟ أستاذة سميرة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هتقعدي بقى تسمعيني لما اقول تاني في التلفزيون. بص حضرتك، انا وطي التلفزيون ارجوكي، وارجو كل متصل يوطي، مش هقول لكل واحد بيتصل وطي. ماشي حبيبي، يبقى بنهرج بقى. ربنا يكرمك ويرضى عنك يا رب جميعا، وانت طيب. اللهم امين واياك يا رب. وربنا يبارك لك، وانا بعزك قوي وبنام من بدري بس بستناك جمعه وسبت. الله يسترك. وربنا يا رب يكرمك ويكرم كل الناس، وكل سنه وهم طيبين. كل السنه. انا بقول لحضرتك. ايوه اموري. انا بصلي وانا واقفه، رجلي بتوجعني، بس اللي هم ايه، اللي هو صلاه الصلاه، لكن النوافل انا بصليها وانا قاعده. بصليها وانا قاعده النوافل. لكن الفرض بصليه وانا واقفه. بتقدري؟ انا رجلي فيها التهابات. لا بتقدري توقفي؟ بقدر اقف في اللي هم في الفرض. كويس قوي، يبقى انت صح 100 100. ما دمت قادره على الوقوف، القيام من أركان الصلاة للقادر عليه. شوفي الكلام دقيق ازاي بتاع السادة الفقهاء. القيام ركن من أركان الصلاة للقادر عليه.